رجل أموي ينتحل صفة طبيب مختص بالتجميل ويقوم بإعطاء دورات تدريبية طبية في كربلاء، حادثة أثارت الرأي العام بالمدينة، ضحيتها مواطنون انخدعوا بصفته الطبية وخيل لهم أنه طبيب حقيقي، بينما هو رجل أمي خدع المرضى والمتدربين لديه في ورشته التدريبية لجني الأموال بطريقة ملتوية ومخالفة للقانون. تكون هناك إجراءات، يعني إجراءات تعريفية بإجازة، مثلا إجازة العيادات، إجازة الطبيب، حتى المريض من يلجأ إلى طبيب يعرف أنه هذه الإجازة قدامه ويعرف أنه هو مجاز، وهذه الإجازات يجب أن تكون معرفة لدى جميع المواطنين. وكان هناك ضعف في نشر مثل هذه المعلومة، وبالتالي يقع المواطن يعني ما بين المنتحلين للصفة، ما بين أشخاص قد يعني مراكز هي ممكن تكون مراكز تجميل. بعد مراقبة حثيثة من جهد الأمن الوطني ألقي القبض عليه وهو متلبسا بجرمه، وهو يعطي دروسا طبية للمتدربين في منظمات المجتمع المدني على كيفية العمل في اختصاص التجميل بالوقت الذي نفت به نقابة الأطباء في كربلاء انتساب هذا المحتال إلى شريحة الأطباء، وتدعو عدم تصديق أي طبيب دون وثائق رسمية ومكان عمل رسمي وموثق بأرقام وسجلات في النقابة، لينتهي الأمر بزجه في السجن لينال جزاءه لما تسبب به من أذى على صعيد انتحاله صفة الطبيب. إن بين فترة وفترة لاحظ المتطفلين على المهن، سواء مهنة الطب أو غير مهنة. اليوم هذا الخبر اللي انتشر بوجود إنسان شخص غير يعني حقيقة ملم بأي معلومة من معلومات الطب يمارس هذه المهنة، مهنة الجراحة التجميلية، والحمد لله كان هناك رصد بالمقابل من قواتنا الأمنية البطلة في كربلاء والجريمة المنظمة. وهذا طبعا هذا الموضوع ليس أول واحد ولا أخير واحد، لدينا الكثير من القصص في هذا المجال. لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، كون انتحال الصفة باتت منتشرة، تارة طبيب مختص وضابط شرطة لينتهي بهم الأمر خلف القبضان، فكل جريمة لها عقاب مناسب لها. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.